اعمل اول حاجه سلطه الكوسه والسلامي. سلطه كوسه وسلامي هي عباره عن نص كيلو من الكوسه متقطع شرايح، وعندي كمان معلقه زعتر ومعلقه من النعناع الناشف ومعلقتين زيت زيتون ومعلقه خل بلسمك وربع كيلو من السلامي وجزرايه متقطعه شرايح رفيعه وشويه خس وشويه من الكزبره الخضراء. تعالوا معانا نشوف المقادير تاني. نص كيلو من الكوسه، كيلو، كيلو ونص زي ما انتوا عايزين. لو في واحد بيعمل واحد بريسيون او واحد اوردر يعني على قد فرد واحد يعمل شويه صغيرين ما فيش مشكله. عندي كمان معلقه زعتر ومعلقه من النعناع ومعلقتين زيت زيتون ومعلقه من خل البلسمك وربع كيلو من السلامي واخيرا جزرايه متقطعه شرايح، وعندي هنا خصايه وكزبره خضراء. اول حاجه هنعملها عايز اوريكم بس قطعنا الشوك فين يا احمد؟ احنا قطعنا هنا جزر زي ما بنقول عليه جوليان رفيع كده. لو ما عندناش هنعمله شرايح ونقطعه، لو ما عندناش الجهاز ده اللي هو بيعمل دلوقتي ده يعني هوريكم، انا مخلي كوسا عشان اوريكم شكلها اهو، بيعمل كده بيقطع لي شرايح رفيعه كده زي ما انتم شايفين. دي باخدها احطها في الميه، لازم تتحط في ميه ساقعه عشان الميه الساقعه دي بتحافظ عليها. هناخد معلقه من زيت الزيتون من المعلقتين ونحط فيها الكوسه على طول نسويها اهو، ناخدها كده ونحط الكوسه نسويها ونديها شويه الملح والفلفل وشويه من الزعتر والنعناع. شايفين ادي الكوسه، وفي نفس الوقت هاخد شويه صغيرين من الملح والفلفل اهو، ونقلب لغايه ما تستوي معانا. انا مش عايز الكوسه تستوي معايا خالص، انا عايزها تبقى على دنتي، وفي نفس الوقت زي ما قلت هجيب بوله ثانيه عشان اعمل الدريسنج بتاعنا، وكمان بوله علشان اعمل فيها الخليط بتاع ايه الكوسه والجزر بعد ما اصفيهم من الميه. انا حطيتهم في ميه ساقعه ليه؟ عشان يفضلوا يعني زي ما احنا بنقول كده فريش، وغير كده يبقوا متماسكين متماسكين. عدم وجود اهو، هنحطهم مع بعض كده ونقلبهم يبقوا متماسكين، يعني قوامهم ثابت، ما يكونوش مهريين، ما يكونوش طريين، وما تنزلش ميتها كمان. وبعدين هنعمل بقى الدريسنج. ادي خل البلسمك عليه شويه ملح وشويه فلفل ومعلقه زيت زيتون الباقيه، يبقى كده خدت الصوص بتاعنا او الدريسنج. ونقلب دي كده، وهننزل عليها هنا بقى دلوقتي بالزعتر، وننزل عليها بالنعناع الناشف، وهخلي جزء من النعناع في الدريسنج بتاعنا، وبعد كده هنشوف بنعمل ايه مع بعض. اهو نقلب ونجيب الكوسه بعد ما تستوي علشان نحطها فين؟ في الدريسنج ده اهو. شايفين؟ دي لوحدها كده لو انتوا عايزين تاكلوها تتاكل لوحدها بدون اضافات، يعني ملح وفلفل ونعناع وزعتر وشويه من زيت الزيتون صغيرين جدا، وتعتبر للي بيعملوا دايت اكله رائعه. ومعاها الخس بتاعنا اهو، ومعاها الجزر والسلامي دوت للي عايز ماده بروتين حيواني هياخده، للي بيعمل دايت يعني يخفف منه. لكن انا عايز اقول لكم ان هي اكله حلوه قوي. انا هاخد اخلي شويه كده هقول لكم ليه دلوقتي اهو، وبعد كده هناخد ده. انا عايزه يبقى الدنتي. يعني ايه الدنتي؟ يعني بتقرمش الكوسه، ما تبقاش مهريه. هنحطه على الدريسنج ونقلبه، وبعد كده نقدمه مع بعض مع شويه الكزبره الموجودين اهم. شايفين؟ على بال ما نرجع من الفاصل هوريكم شكلها. لازم نسيبه يبرد بقى قبل ما نضيف عليه كميه السلامي ونقدمه في الطبق بتاعنا. ولما نرجع هوريكم هعمل بوله لوحدها كده، هقدمها مع الطبق التاني بشكل مختلف شويه هيعجبكم. خليكم معانا دايما عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياه. لكن قبل ما نمشي وناخد الفاصل عايز اذكركم موجود معانا منتجات مونيليكس، عندنا المفرمه، عندنا كمان خلاط لوحده، عندنا خلاط ومفرمه مع بعض، وعندنا الهاند بلندر، وكلها منتجات قويه جدا. وانت عارفين طبعا مونوليكس ده من الاشياء الجميله وانتاج فرنسي. خليكم معانا بعد الفاصل هنشوف مع بعض كل اللي انتوا عايزينه، ولكن بعد فاصل سريع.